أم أمير؟ اي نعم، وياك أم أمير؟ وياك استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا وصلني فيديو منك، أنت تقولين اي نعم إنه أنا زوجي ضربني 4 طلقات اي ويهددني نعم بالسيد هادي العامري، ويقول أنا حتى إذا أنسجن أطلع وما حد يقدر علي، والوليد شايف روحه. شنو القصة يا أم أمير؟ استاذ. والله اول شيء هي مو 4 طلقات، اريد اصحح المعلومه، هي 5، 4 برجل والخامسه بتك الثانيه ضربني بيها. اي انا يعني عدي طفل من عنده، اي فاول شيء بنتي اللي سوت المناشده من بعد شافتني يعني اي حربيه، نعم اي لان يعني انهارت، لان اول حادثه كلها صارت قبالهم اثنيناتهم جهالي بحبني وسووني كبيه. ف ما انت تحامل يعني بابني، صارت مشاكل انا وياه وما تحملت، ومن ضمن التهديدات والوعيد وما اعوف وعوف وما اعوف. المهم انا عفته، انا وحامل بابني، ورا ما يعني جبت ابني قام يهددني، اعطيني الولد ما اعطيني. قلت له ما اقدر، يعني انا تريد تاخذه تحصله بالقانون. هسه انا ما عندي مشكله مع الولد، انت اقمتي ايه عليه دعوه وصار عليه امر اقامت القاضي. عليه دعوه، اجاني اجاني تهديدات من العالم، اسمع يوصل خبر اني انا ما اخليها تمشي على رجليها الا انا اكسرها، انا ما اعرف شنو. هددني اكثر من مره، لانه هو اقاربه يشتغل، يصير ابن عمته، ولد عمته بصورة عامه يشتغلون ويا هادي استاذ هادي العامري، ويهددك بهادي فدائما العامري؟ يهدد يعني اني انا اقدر، وانه مسنود انه هو بالاستاذ هادي العامري، لان اقاربه ولد عمته يشتغلون وياه. زين هذا ولد، شخصه اذا ولد عمته يشتغلون ويا هادي العامري يهدد، زين اذا هو اي يشتغل نعم ويا هادي العامري يذبحنا كلنا. هاي، ورجل اخته من نفس العشيره، فدائما يتهددون يتوعدون بهذا الشيء. زين وهو الدعوه صدر مسنود، امر القاء قبض اختي العزيزه؟ صدر القاء قبض، زين يعني بمعنى هذا المدير مال المركز يا مركز رائد علي مقاطع الشعب، بما بهالكلمه يقول لي اياها، يقول لي من كل عقلك تريديني اطلع واروح، انا هذول ما اقدر لهم، هاي يعني هذا الشيء مستبعد، انا ما اقدر لهم، ما اقدر اعبر لهم، ما اقدر اوصل لبابهم. هذا هاي معنى يقول لي اياها. رائد علي شو يشتغل؟ ضابط مركز سومر. زين خليك وياي، خليك وياي ام امير. اوكي الان مشاهدينا الكرام ينضم الينا الناطق باسم وزاره الداخليه العراقيه اللواء خالد المحنى. سياده اللواء السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، تحياتي لحضرتك والى الضيفه الكريمه اختنا والى جمهورنا الكريم. انا صراحه اشكرك دائما سياده اللواء لاستجابتك، حقيقه هذا جهد خير ومشرف. أنا الآن أنت استمعت إلى شكوى هذه المواطنة، هذه المواطنة أكو بيها شق آخر مو يمكم، يم السيد هادي العامري، عندها أمر إلقاء قبض بمركز سومر، رائد علي يقول لها أنت من كل عقلك أنا أطلع على ذولا، أنا ما أقدر عليهم، أنا أضع هاي المظلومية أمامك سيادة اللواء. نعم، هو الحقيقة يعني لا كل من يتكلم يعني يكون كلامه بصحة، يعني قد هذا الشخص يقول اشتغل يم فلان، والملف هو برمة ملف قضائي، القضاء فوق كل شيء. نعم. يعني القانون فوق الجميع. نعم. لذلك أختنا العزيزة، إذا يعني نحاول يعني نتصل بالمعنيين، إذا كان فعلا تعذر هذا الشخص الضابط من عدم تنفيذ القانون بسبب خشيته أو كذا، نعم، أكيد راح يكون إلى حساب كبير جدا، و كثير من الضباط تحاسبوا نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية. القانون القضاء فوق كل شيء. نعم. والملف يعني كل الملف هو ملف قضائي، شكوى يم القاضي، والقضاء من أصدر القرار، وبالتالي هيئة إنفاذ القانون اللي هي تمام. وزارة الداخلية ما عليها إلا أن تطبق هذه معذرة سيادة اللواء، لذلك احنا هذه السيدة نعم. ممكن أن تقابلها، نعطيها موعد بعد هذا تجي لحضرتك لتثبيت الحقيقة في خدمتها، أنا أقابلها أو شكوى المواطنين أو كثير من الجهات، وأنا حاضر أتصل بالضباط المعنيين والمركز المعني حتى
يعني يكون هنالك سرعة إجراء. أي ولذلك يا أخت أم أمير بعد البرنامج السيدة مديرة العلاقات راح تتصل بحضرتك وتحدد لك موعد أيضا مع السيد اللواء واللي قلتي عليك أن ثبتي أنه هذا الرائد أو المركز أو التقصير، لأنه أنا أعرف من تصل هذه الشكاوى إلى مكتب السيد وزير الداخلية ما راح يقبل.